أطلقت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه الحملة الإعلامية لفعاليات مشروع بركة لتحفيظ سورة البقرة وشرح آياتها، حيث يستهدف المشروع جميع الفئات العمرية من الجنسين، فيما يشارك فيه جمع من العلماء والقراء. رأت الجمعية حقيقة أنها تقدم وتساهم في المجتمع، أنها يعني تقدم شيء مميز عن بقية الجهات أو المؤسسات اللي تقوم على خدمة القرآن الكريم، والحمد لله هذا يعني المشروع يعتبر أحد المشاريع اللي تقدمها الجمعية. طبعا هذا المشروع يشمل كل الفئات العمرية رجال ونساء، يختص هذا المشروع يعني فقط في سورة البقرة من ناحية التلاوة، الحفظ، التدبر، القيم، التطبيق العملي لما ورد في هذه السورة حقيقة من قيم وأحكام. فأسعدني جدا أن أحول الفكرة إلى مشروع، يعني المشاريع سبحان الله تبقى فيها الديمومة ويبقى فيها الأثر والقياس، وسبحان الله سورة البقرة في من بركاتها سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى يقي من شر المخلوقات من الجن والإنس، يعني من شر الجنس الجن هم الشياطين، ومن شر الإنس هم السحرة، حتى قال عليه وسلم البيت يعني تقرأ في البقرة تنفر وفي رواية تفر منه الشياطين.